السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة، مرحبا بكم قناتكم قناتي وصفات مني مغربية. نتمنى الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية وعواش المبروكة، والله يدخل عليكم العيد المبارك بالصحة والسلامة وطول العمر. تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إذا في إطار حلويات العيد شي حاجة اللي هي سهلة وزوينة تصلح المرضى السكري وكذلك الناس اللي كيديروا الرجيم في قص ديال الزرع بدون سكر. نقوم بطريقة التحضير وفرجة ممتعة، وكالعادة ما تنساوناش من لايكاتكم وتعليقكم الزوينة، واللي باقي ما مشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد فضلا وليس أمرا. نبقاو مع الوصفة وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله وعلى بركة الله، بعد الصلاة والسلام على رسول الله. هناك مقادير، أنا غندير مقادير صغار. عندي واحد ربعة البيضات صغار، إلا عندكم كبار ديروا ثلاثة. كاس الا ربع ديال خليط مبيت زيت الزيتون زيت المائدة والزرارة. أنا هنا خدوا الزرارة المتوفرين عندكم، درت اللوز جنجلان صهدتو واحد شوية، زريعة ديال القرعة، زريعة الكحلة ديال نور الشمس، النافع واحد معلقة كبيرة ديال النافع، وزريعه الكتان. اذا اول حاجه غناخد داك البيض غنضيف عليه الزيت. هنا زولت واحد صفر بيضه باش ندهنو به، وواحد معلقه صغيره مملوءه مزيان ديال الخميره، عفوا ديال الملح، وكاس ديال الحليب. غنطحن هذا الشيء مزيان، وغنضيف لهم كذلك واحد معلقه ديال الخل باش حيدنا الزفوريه. اذا هنا من بعد ما طحنت مزيان داك الخليط حتى تيبيض، غنضيف له باقي المكونات، زرارع خذوا قلت لكم الزرارع المتواجدين اللي عندكم، باش ما كثرنا الكميه باش ما تيجينا هذا فقاس رائع. اذا انا تقريبا حيت هاد ثلاثه البيضات او الاربعه درت فيهم نص كاس في كل حاجه، ومعلقه كبيره ديال الزعتر. غنحكو هنا من بين يديا، وواحد الكيس ديال الخميرة ديال الحلويات من 7 حتى 8 غرام، وغنبدا نضيف الدقيق بالتدريج. دابا على حسب نوع الدقيق، من واحد نص كيلو يعني 500 حتى 600 غرام، حسب الكمية ديال الكاكاو كاس اللي استعملتو، كذلك البيضة قياس ديالي. دابا غنبقى نضيف أنا في الدقيق وأنا تنجمع، وفي الاخير العجينه كتكون شويه مرخوفه حتى الفقاس ما كتكونش قاصحه بزاف. اذا انا نجمع هنايا مزيان العجينه ديالتي، وغنقسمها الحرابل. هذا الفقاس يجي مالح، اللي بغى يضيف له السكر يمكن له يضيف له واحد نص كاس اولا واحد جوج معالق اولا جوج معالق كبارين ديال السكر، اللي ما باش هكا مسوس. اذا هذا ينفع المولين الريجيم او للمرضى السكري. اذا هنايا نشكلهم من هنا الحرابل، غنوضعهم في الطاوة وغندهنهم بهذاك الصفار بيضة اللي خليناه من بعد ما خلطنا مع شوية ديال الخل وشوية ديال قهوة سريعة الذوبان او الكاكاو مر، وندهنوه ونرشوه بشي شويه ديال الزنجلان اولا الشوفان اولا البافو. اذا هادو كلهم زرارع يمكن نضيفهم في الداخل، نضيفو كذلك حتى القرقاع الشيا متواجد، وغنحاول نتقبو شي شويه بواحد العود ديال الشوا ولا بواحد القتيل باش ما يتنفخش لينا ذاك احتياط. وغندخلو الفران بارد درجة حرارة 150 غي من الأسفل حتى تيتحمر ليا. تينشف ليا مزيان عفوا، من بعد غنزولو غنغطيه بواحد المنديل شوية يكون فازق شي شوية أولا شي بلاستيكة باش يعرق واحد شوية، ونرجع فيه الصهد ديالو.
هنا من بعد ما غيبرد غناخذ واحد السكين يكون ماضي شويه يعني حاد، خذوا اي سكين اولا الكيتر وقطعوه. دون هنا تبارك الله راه ما خليتوش من با واحد ربع ساعه وبديت كنقطع فيه، تيجيو دوك الزرارع فيه ما شاء الله وكيبانو، وكندخلهم في الاخير نعاودو نحمرو في الفران مهيل بالصحه والراحه. اذا الفقاس ديالنا هو هذا، من بعد ما حمرناه تيجي رائع وبنين ومسوس في نفس الوقت. شوه منه نغيره على المملحات. فقاس ديال الزرارع في الحقيقه رائع، يستحق التجربه، كيعطي كميه زوينه وما فيش نهائيا الكسور. بالصحه والراحه ومع السلامه. في وصفه اخرى من وصفات موني ما تنساوناش كالعاده من لايكاتكم وتعليقكم الزوينه اللي كتحفزنا نزيدو القدام. تبقاو على خير.